اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين لازلنا في باب ما يفصل به بين دعوى المحق والمبطل في امر الامامه الحديث السابع من أحاديث هذا الباب حول إمامة الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عن هشام ابن سالم قال كنا بالمدينة بعد وفاة أبي عبد الله أنا وصاحب الطاق والناس مجتمعون على عبد الله بن جعفر أنه صاحب الأمر بعد أبيه فدخلنا عليه انا وصاحب الطاق والناس عنده وذلك انهم رووا عن ابي عبد الله عليه السلام انه قال ان الامر في الكبير ما لم تكن به عاهه فدخلنا عليه نساله عما كنا نسال عنه اباه فسالناه عن الزكاه في كم تجب فقال في مائه وخمسه قال فقال في مائتين خمسه فقلنا في مئة فقال درهمان ونصف قلنا والله ما تقول المرجعة هذا قال فرفع يده إلى السماء فقال والله ما أدري ما تقول المرجعة قال فخرجنا من عنده ضلالا لا ندري إلى أين توجه أنا وأبو جعفر الأحول فقعدنا في بعض أزقة المدينة باكين حيارا لا ندري إلى أين نتوجه ولا من نقصد ونقول إلى المرجئة إلى القدرية إلى الزيدية إلى المعتزلة إلى الخوارج فنحن كذلك إذ رأيت رجلا شيخا لا أعرفه يومئ إلي بيده فخفت أن يكون عينا من عيون أبي جعفر المنصور. وذلك أنه كان له بالمدينة جواسيس ينظرون إلى من اتفقت شيعة جعفر عليه السلام عليه فيضربون عنقه، فخفت أن أكون منهم، فقلت للأحوال: تنحى فإني خائف على نفسي وعليك، وإنما يريدني لا يريدك فتح فتنح عني لا تهلك. وتعين على نفسك، فتنحى غير بعيد وتبعت الشيخ وذلك أني ظننت أني لا أقدر على التخلص منه، فما زلت أتبعه وقد عزمت على الموت حتى ورد بي على باب أبي الحسن عليه السلام، ثم خلاني ومضى إلى آخر الحديث الشريف. خلاصه الامر انه المنصور العباسي بعد ان استمكن من السلطه بدا بالبطش والاستبداد وكان يخشى بني علي عليه الصلاه والسلام لانه كان يعلم ان ميل الناس اليهم لا الى بني العباس وإنما تمكن من انتزاع السلطة من بني أمية والاستفراد بالحكم بسبب جيش خراسان بقيادة أبي مسلم الخراساني، وهؤلاء أيضا في البداية كانوا يميلون إلى الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. ولذا كاتب ابو مسلم الخراساني الامام الصادق، لكن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام لم يستجب له ورفض رسالته. فلما رأى رفض الامام رفض الامام رفض الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، بعد ذلك اتجه الى بني عباس، فقويت به وبجيش خراسان شوكتهم لكن مع ذلك بنو حسن بعضهم مثل محمد ابن عبد الله النفس الزكية وأخوه إبراهيم وغيرهما معهما هؤلاء ثاروا بوجه المنصور لكنهم قتلوا في المعارك فتمكن المنصور من اخماد جميع اصوات المعارضه واستبد بالسلطه، ومع انه كان يعلم ان الامام الصادق عليه الصلاه والسلام من البدايه لم يدخل في هذه المعمعه، لا حمل سلاحا ولا فسح مجال لحامل السلاح، مع ذلك كان يخشى من الامام الصادق. عليه السلام. لما كان يرى من ميل الناس اليه، ولأنه كان يعلم ان الامام الصادق هو الوصي لأبيه، وهو الوصي لرسول الله، وانه الامام من اهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فلذا كان يحيك المؤامرات ضد الامام الصادق للإيقاع به. لكن ما كان يجد مبررا لقتل الإمام الصادق لأن الإمام الصادق كان قد اعتزل العمل السياسي سواء في زمان بني أمية أو في زمان بني العباس وحتى لما سيطر محمد بن عبد الله ابن الحسن على المدينة وأراد البيعة من الإمام الصادق لم يبايع الإمام الصادق لم يبايعه بحيث أنه ألقي به في السجن ليوم أو يومين وصودرت داره او ارض له، كان يعلم بان الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ما كان مع هؤلاء الثوار، لكن مع ذلك كان يخشى لان السلطه الدكتاتوريه المستبده تخاف من اي قوه حتى اذا هذه القوه لم تكن معارضه. تخشى انه في المستقبل تتحول الى معارضه. هذا هاجس موجود في السلاطين المستبدين حتى الان في العصر الحاضر الحكام المستبدون يعيشون في هاجس دائم يخاف يصير عليه انقلاب عسكري او ثوره مسلحه او يغتال في هاجس دائما فلذلك اي شخص له من القوه والمكنه سواء العلميه أو غيرها يحاول أن يزيح من طريقه، إما أن تكون ضمن البلاط وضمن الشلة، وأن تؤيد السلطة، أو لا يحق لك أن تكون مستقلا، فكان يبحث عن المعاذير ضد الإمام الصادق، ما كان يجد تلك المعاذير، إلى أن دس السم إلى الإمام الصادق. وكتب إلى واليه بالمدينة بعد أن جاءه نبأ استشهاد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام كتب إلى واليه في المدينة أن يضرب عنق من ادعى الإمامة من أهل هذا البيت وأيضا كتب أنه من كان وصيا للإمام الصادق اضرب عنقه لأنه كان يعلم أنه الوصي يعني الامام من بعده، ولان الامام الصادق عليه الصلاه والسلام كان يعلم بخطه المنصور، لذا اوصى الى خمسه، اوصى الى نفس المنصور جعله وصيا له، والى والي المدينه، والى حميده زوجته، والى عبد الله الافطح، والى الامام الكاظم. عبد الله الأفطح ابن الإمام الصادق فلما جاء أمر المنصور إلى والي المدينة كتب إليه أنه أوصى إلى خمسة كيف يعني أضرب عنقك أضرب عنق نفسي أضرب عنق هذه المرأة مثلا أضرب عنق هذين الولدين فحتى هذا العذر أيضا لم يكن وقد بلغ أبو حمزة الثمالي هذا فتبسم، قال إن الإمام عين الإمام من بعده وأوصى إليه، لكن بطريقة ذكية، لأن المنصور وحاكم المدينة هذان حاكمان جائران لا يصلحان للإمامة كما هو واضح، وحميدة امرأة ولا يكون الإمام إلا رجلا وعبد الله الافطح فيه عاهة والامام لا يكون فيه عاهة وعوق، فلم يبقى الا الامام موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام، على كل حال فلان هذا الجو الارهابي كان موجودا، الامام الصادق عليه الصلاه والسلام لم يبح بالوصي من بعده الا لبعض الخواص جدا فلذا عامة الشيعة ما كانوا يعلمون بالوصي فجاءوا إلى المدينة ورأوا أن عبد الله ابن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قد فتح بابه وادعى الإمامة وهو الولد الأكبر لأنه كما ذكرنا فيما مضى أكبر أبناء الإمام الصادق هو إسماعيل لكن اسماعيل توفي في زمن الامام الصادق عليه الصلاه والسلام، فلا يكون اماما كما ان عليا الاكبر سلام الله عليه قتل في حياه والده، فلم يكن هو الامام وانما كان الامام اكبر الاحياء وهو الامام زين العابدين. فاسماعيل توفي في حياه والده. عبد الله ثاني الابناء كانت به عاهه فطح كان. اما فتح في راسه او في رجليه او في كليهما هذا النوع تشوه فلا يكون اماما فاكبر الاحياء من غير عاهه هو الامام موسى بن جعفر فكان هو الامام لكن الامام لان الظروف ظروف تقيه كان قد اغلق بابه عبد الله الافطح قد فتح بابه ويستقبل الناس ف هشام ابن سالم وأبو جعفر مؤمن الطاق هذان أيضا جاء إلى المدينة ليستخبروا أمر الإمام من هو الإمام من بعد الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام شافوا باب عبد الله مفتوح والناس يذهبون وقد ذكرنا فيما مضى أن من علائم الإمام العلم يسألوه عن المسائل إذا أخطأ في الجواب يتبين أنه ليس بإمام فحشام بن سالم ومؤمن الطاق جاء إلى عبد الله سألاه سؤالا أنه في كم تجب الزكاة يعني أنت قد عندك من الدراهم حتى تجب الزكاة فيها فقال في مائتين خمسة إذا عندك مئتين درهم فيها خمسة دراهم يعني اثنين ونصف بالمئة هذا أول نصاب يعني إذا أقل واحد عنده لا زكاة في ماله في ماله إذا كان درهما من فضة إذا عنده مئة درهم مئة وخمسين درهم مئة وثمانين درهم لا زكاة فيها يبدأ أول نصاب بمئتين إذا عندك مئتين درهم فزكاته اثنين ونصف بالمئة يعني خمسة دراهم زين هذا الجواب جواب صحيح سأل السؤال الثاني هذا سؤال اختباري ففي مئة إذا عنده مئة درهم الجواب الصحيح شنو هو لا زكاة في مئة درهم لكن عبد الله هنا أخطأ فقال درهمان ونصف يعني اذا اثنين ونصف بالمئه فمئة درهم زكاته درهمين ونصف درهم فهشام بن سالم يقول فقلنا ما تقول المرجئة بهذا حتى الذين عندهم عقيدة الإرجاء وهو من ابعد وهم من ابعد الناس عن العقيده الصحيحه لا يقولون بهذا الكلام. فهنا عبد الله اعترف قال والله ما ادري ما تقول المرجئه عجيب. يعني مذهب قائم يقول به كثير من الناس من العامه، انت لا تعلم كلامهم وانت امام المفروض اللي تكون اعلم الناس تكون اعلم الناس. فعلمنا انه ليس بامام. من ذاك الطرف احنا ندري انه بقيه المذاهب ليست هي الفرقه الناجيه، وكنا قد ثبت لنا ان الفرقه الناجيه من تعتقد بامامه الائمه من اهل البيت، زين اذا عبد الله الافطح مع عدم معرفته بابسط المسائل هذا يكون الامام فقد بطلت الامامه. ولذلك يقول جلسنا حائرين باكين لان الانسان اللي يريد الهدايه اي عقيده صارت مو مهم لا مو هالشكل الانسان يجب ان تكون عقيدته هي العقيده التي يريدها الله سبحانه وتعالى منه ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين البعض يقول قلبك يكون أبيض خلاص مو مهم بشنو تعتقد لا الله سبحانه وتعالى يقول يجب أن تعتقد بالإسلام وتتمسك به والإسلام يتضمن العقيدة الصحيحة التي فيها الإمامة فبقينا متحيرين نروح إلى وين نطلق باب المرجئة القدرية الزيدية المعتزلة الخوارج ما ندري المرجئة من أدري المرجع هم المرجئة بالأساس هم الذين أرجأوا يعني أخروا العمل عن العقيدة يعني إذا أنت عقيدتك تكون صحيحة حتى إذا ارتكبت جميع الموبقات فأنت من أهل النجاة أخروا العمل عن العقيدة مع أن العقيدة الصحيحة شنو هي؟ آمنوا وعملوا الصالحات لازم يكون عندك إيمان ويكون عندك عمل صالح إيمان بدون عمل صالح ما في ضمان للوصول إلى بر الأمان إذا واحد عقيدة تكون صحيحة حتى إذا ارتكب الموبقات خلاص هذا مغفور إليه هذا الشيء ما عندنا نعم إذا واحد عنده عقيدة صحيحة وعند بعض الذنوب يمكن الله يغفر له إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يمكن يغفر له ويمكن ما يغفر له يمكن يعاقبه يعذبه فإذا صفي من ذنوبه ذاك الوقت تناله الشفاعة ويروح إلى الجنة أما أنه واحد بمجرد أن تكون عقيدته صحيحة خلص من أهل الجنة ولا عذاب ولا هم يحزنون كلا هذا الكلام مو صحيح هؤلاء المرجع طبعا هذه عقيدة باطلة ولكن بعض كبار العامة كانوا يقولون بهذه العقيدة بعدين جاء متأخروهم شافوا العقيدة مو صحيحة وفي الوقت نفسه بعض كبارهم يقولون بها فلذا ابتدعوا اصطلاحا جديدا للمرجع قالوا المرجع الذين أخروا عليا عن الخلفاء الثلاثة يعني جابوا معنى التأخير اللي هو في الإرجاء لكن قالوا يعني أن عقيدة أهل السنة هو الإرجاء لأن تأخير علي بن أبي طالب عن الثلاثة هذه عقيدة أهل السنة مثلا لكن هذا المعنى للإرجاء هذا معنى متأخر وليس كان هو مقصود قدمائهم، مقصود قدمائهم من الارجاء هو ما ذكرناه. زين نروح نصير مرجئة، خندري عقيدة باطلة. نروح نصير قدرية، المراد من القدرية هنا الجبرية المجبرة، لأن القدرية قد تطلق على المفوضة وقد تطلق على المجبرة. المقصود بهم هنا المجبرة، يعني يقولون أعمال جميع العباد بجابر يعني الله سبحانه وتعالى اراد هذه الاعمال. انت تحرك ايدك انت مجبور في ذلك، انت مؤمن مجبور في ذلك، انت كافر مجبور في ذلك. وهذه عقيده تخالف القرآن الكريم. نروح نصير زيديه. الزيديه ماذا يقولون؟ الزيديه يقولون انه كل من كان من بني فاطمه. وحمل السلاح فهو الإمام الحسن حمل السلاح فهو إمام الحسين حمل السلاح فهو إمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هو مو من بني فاطمة لكنه حمل السلاح وهو إمام زوج فاطمة عليه السلام زيد ابن علي ابن الحسين رضوان الله تعالى عليه حمل السلاح فهو إمام محمد ابن عبد الله ابن الحسن المثنى حمل السلاح فهو امام، وهكذا. هذه عقيده ايضا لم يدل عليها الدليل الصحيح. الامامه نص من الله سبحانه وتعالى على افراد بخصوصهم، حمل السلاح او لم يحمل السلاح. وفي الامام زين العابدين يجي اشكال في المذهب الزيدي. هل الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام إمام أو ليس بإمام يعترفون بإمامته لكنه لم يحمل السلاح <applause> الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في طول حياته لم يحمل سلاحا ليقاتل به فهذا النقض لهذه العقيدة ابن أبي الحديد أظن في شرح نهج البلاغة يذكر أن بعضهم حينما رأى أن هذا نقض لإمامة لعقيدتهم لا يتمكن من رفض امامه الامام زين العابدين من طرف، وفي الوقت نفسه لا يتمكن من رفض عقيدته، فلذلك البعض قال ان زين العابدين حمل السلاح في يوم عاشوراء، مع ان هذا خلاف التاريخ الصحيح المتواتر الذي وصلنا، على كل حال نذهب الى الزيديه ولا نعتقد بذلك. نذهب إلى المعتزلة ونعلم بطلان عقيدتهم. نذهب إلى الخوارج نعلم بطلان عقيدتهم، إحنا متحيرين، إحنا قد ثبت لنا الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله عين من بعده اثناء اثني, إثني عشر إمامًا، أولهم علي عليه الصلاة والسلام. وصلنا إلى الإمام الصادق كلهم تتوفر فيهم الشروط. هسة عبد الله الأفطح لا تتوفر فيه الشروط، فبقينا حائرين. هذا مؤمن الطاق وهشام ابن سالم كان طالبي حقيقة مو أنه إنسان مصلحتي لا يريد يوصل للحقيقة ليعتقد بما أمر الله سبحانه وتعالى به شنو قال الله قال أنا أريد أتبعه وسعى لذلك يعني جاء إلى المدينة وراحوا يم عبد الله الافطاح وسالوه اسئله اختبروه شافوا مو امام، من ذاك الطرف يشوفون بقيه العقائد ليست بصحيحه، يبحثون عن العقيده الصحيحه بجد، بحقيقه، والله سبحانه وتعالى يهدي امثال هؤلاء، لان الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ويقول أيضا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم إذا شفت واحد ما اهتدى الله لم يهده لماذا الله لم يهده لأنه ما كان وراء التحقيق ما كان يهم العقيدة الصحيحة شاف آباء أجداده قالوا فتشي هو اتبعهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، أكو بعض الناس يقولون احنا نجد بعض الفرق الإسلامية المنحرفة فيها ناس صالحون أهل ورع، أهل تقوى، مصلون، صائمون، لا يكذبون، لا يغشون، لا يرتكبون المحرمات، فليش؟ ولماذا الله سبحانه وتعالى لم يهد هؤلاء؟ الجواب الله سبحانه وتعالى يقول: والذين جاهدوا فينا. هذا الانسان اذا صدق وحقيقه يريد يهتدي مو انه يريد يتبع اباءه فقط يروح يحقق الله سبحانه وتعالى يهدي بدليل ان الذين حققوا عن جد الله هداهم يعني مره واحد يروح يحقق ليس للوصول الى الحق وانما يريد يلقي ثغرات في المذهب المقابل اشكالات شبهات حتى يثيرها للتشويش على المذهب المقابل مو هدف الوصول الى الحق هذا الله ما يهدي لكن واحد لا يجرد نفسه عن ما تلقاه من ابائه ويحقق تحقيق ميداني صحيح ضمن اطره يشوف ماذا يقول الآخر مو أنه هدف إبطال رأي الآخر لا هدف أنه يعرف رأي الآخر إذا شاف صحيح اتبعه إذا شاف باطل تركه الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه الله سبحانه وتعالى يهدي هؤلاء ولأن مؤمن الطاق و هشام ابن سالم هذان وغيرهما كانا يريدان الحق اذا الله سبحانه وتعالى هداهم. يقول احنا قاعدين في بعض ازقة المدينة باكين متحيرين. ما قلنا حشر مع الناس عيد. لا. فالعقيدة ماكو حشر مع الناس عيد. فالعقيدة لازم تكون بطرف ما هو الحق. سواء كان مع الناس او لم يكن مع الناس، ان ابراهيم كان امه. اكثرهم لا يعقلون، اكثرهم للحق كارهون. يقول كنا قاعدين واذا رجل شيخ كبير في السن، لا اعرفه اشار الي. الامام موسى بن جعفر كان قد ارسله. زين هشام بن سالم لا يعرف هذا الرجل. يقول هو اشار الي. فأني خفت أن يكون جاسوسا من جواسيس المنصور الذين ملأوا المدينة لكي يشوفون منو يجي إلى الإمام اللاحق يضربون عنقه ولذلك خفته بس ما إلي مهرب لأن المدينة صغيرة وأني واحد غريب أي مكان أروح من المدينة جواسيس المنصور يتمكنون من أن يصلوا إلي إذا كان يشرد يهرب راحوا يلقوه يعتقلوه ويصير أسوأ له لكن إذا يروح إياهم يمكن يذكر عذر عذره يكون مقبول فهو لما شاف عندما رأى أن ذلك الشيخ يشير إليه أشار إلى مؤمن الطاق ويلقب بالأحول أشار إليه أن تنح عني هذا يريدني انت لا ترافقني لانه اذا هو كان يريدني وكان جاسوسا من جواسيس المنصور ويريدون قتلي اذا انت معي ايضا يشوفون هذا مرافق له المرافق مثله ايضا يقتلونك فانت بعد نفسك لانه ما طلبك بعد نفسك اذا نجوت انا فاخبرك بما سيحدث لي واذا انا قتلت فانت قد نجوت بجلدتك يقول ف تبعت ذلك الشيخ وظننت اني لا اقدر التخلص منه وقد عزمت على الموت حتى ورد على باب ابي الحسن موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام ثم خلاني ومضى فقال خادم بالباب ادخل رحمك الله شفت هذا البيت بيت الامام الكاظم مو مركز الشرطة مثلا ولا مخفر ولا مركز جلاوزة المنصور لا بيت الإمام موسى بن جعفر ثم دار بينه وبين الإمام الكاظم حديث نتركه إلى حلقة قادمة وبذلك عرف الإمام وهداه الله سبحانه وتعالى إلى الحق هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين